هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وأن الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك. اهلا بحضرتك. يمكن النهارده في شويه كده انخفاض خفيف قوي كده في درجات الحراره، لكن احنا عارفين ان احنا هنبدا موجه جديده، موجه حاره جديده. طمنينا اخبار الجو النهارده ايه؟ بالفعل اليوم في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه، لكن طبعا في نسب رطوبه في الجو، فعشان كده احنا بنقول ان الانخفاض في قيم درجات الحراره انخفاض طفيف. وجود نسب رطوبه في الجو تخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى كمان من قيم درجات حراره المقاسه. احنا خلال هذه الايام وسبب الانخفاض ده ان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، وخاصه بنلاحظها اكثر في فترات الصباح الباكر اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتساعد على انخفاض قيم درجات الحراره وتلطيف الاجواء فتره الصباح الباكر بشكل كبير. كمان بتتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط. الكتل دي معتدلة في قيم درجات حرارتها، واللي تعتبر قيم درجات الحرارة حول المعدلات الصيفية المعتادة. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية، لكن طبعا مع وجود نسب رطوبة هنحسها لو ده كان 37 أو 38 درجة مئوية. عشان كده وصلنا للطقس خلال فترة النهار بيكون طقس حار رطب في الأماكن الشمالية، وخاصة في سواحلنا الشمالية لأنها هي بتكون الأقل في قيم درجات الحرارة، لكن طبعا الأعلى في نسب رطوبة. المحافظات الداخلية طقسها بيكون ما بين الحار الرطب لشديد الحرارة الرطب فترة النهار، وخاصة فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. فترات الليل فور غياب أشعة الشمس أكيد هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، خاصة كمان إنه متوقع مع فترات المساء يكون في نشاط للرياح. سرعات الرياح ما بين 30 ل 35 كيلو متر على الساعة، نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا في بعض المناطق وخاصة كمان في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة يساعد إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل، فيساعد إن احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. فهنلاقي فترات الليل هي أجواء معتدلة تماما، لكن هي معتدلة رطبة لأن عظمة الرطوبة بتكون في فترات الليل، لكن هنحس بنسمات الهواء اللطيفة وخاصة كمان في ساعات الليل المتأخر في وفترات الصباح الباكر. نشاط الرياح اليوم كمان هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في محافظات جنوب الجلال، شمال وجنوب الصعيد هيكون عليهم بعض الأتربة والرمال المثارة، لكن باقي مناطق الجمهورية مش هيكون عليها أي أتربة ورمال مثارة. كمان نشاط الرياح اليوم هيؤدي لارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصه في الشواطئ الغربيه، يعني مطروح، العلمين، الاسكندريه، في ارتفاع امواج ما بين 1.5 ل 2 متر، فلازم الساده المصطفين على الشاطئ او المصيفين ياخدوا بالهم بقدر الامكان. لكن حركه الملاحه البحريه معتدله، والبحر المتوسط والبحر الاحمر مؤهلين لاعمال الصيد الملاحه البحريه بشكل كبير. الانخفاض ده كمان نكمل معانا بكرة الثلاث، يعني ان شاء الله بكرة الثلاث نكمل معانا قيم درجات الحرارة اللي تعتبر حول المعدلات في معظم محافظات الجمهورية. لكن اعتبارا من يوم الاربعاء القادم ان شاء الله تبدأ مصادر الكتل الهوائية تختلف، منخفض الهند الموسمي يأثر علينا بشكل كبير، مع كمان مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. يعني ابتداء من بعد بكره يا دكتوره منار، يعني احنا النهارده كده النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره، انخفاض شويه في نسب الرطوبه، لكن بدايه من يوم الاربعاء الكلام هيختلف، هنبدا بقى موجه جديده. بالفعل هو اعتبارا من يوم الاربعاء هتبدا قيم درجات الحراره تختلف تماما، لان احنا هكمل معانا الانخفاض بكره الثلاث، من الاربعاء هترتفع قيم درجات الحراره في معظم المحافظات بمعدل من درجتين لثلاث درجات، وهتكون العظمى على القاهره الكبرى متوقع الاربعاء القادم ان شاء الله 38 درجة مئوية. هيكون كمان في هدوء في سرعات الرياح، فده يخلينا نحس بنسب الرطوبة الموجودة في الجو، والمرتفع الجو اللي هيبدأ يأثر علينا هيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فده كمان بدوره هيزود إحساسي بوجود نسب رطوبة ويخلينا نحس بقيم درجات حرارة مرتفعة.
الارتفاع ده هيبدا معانا الاربع ويستمر معانا يمكن لحد بدايات الاسبوع المقبل ان شاء الله. لكن ناكد تاني ان هي ارتفاعات طفيفه، هي موجه يعني موجه ارتفاع في قيم درجات الحراره، لكن مش هنوصل لقيم درجات الحراره زي اللي احنا وصلنا لها الاسبوع الماضي باذن الله. لكن هتستمر معانا عده ايام، يعني هتبدا معانا الاربع يمكن تستمر معانا اليوم الحد والاثنين الجايين في الاسبوع المقبل ان شاء الله. لكن بناكد على كل الساده المواطنين ان قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها مع حضراتكم، اذا كان قيمه درجه حراره مقاسه او محسوسه، هي قيم درجات الحراره المقاسه في الظل، لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان دايما الناس بتقول ان قيم درجات الحراره اللي انتم بتقولوها مش دي اللي احنا بنحسها. طبيعي، لان تعرضي لاشعه الشمس هيخلينا احس بقيم درجات حراره مرتفعه بشكل كبير. أكيد. فبقدر الامكان في فتره الظهيره خاصه مع شده الاشعه الشمسي من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 5 العصر، نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. لو اضطرينا نبقى موجودين في الشارع، لازم يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس الشمسيه او كاب. عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم باستمرار اغير درجه حراره جسمي كل ربع او نص ساعه تجنبا للاجهاد الحراري. وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، بس الميه بتيجي على مدار يوم. بالاضافه كمان الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، وطبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه. نصائح مهمه جدا بنشكر حضرتك عليها دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع كده درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة متوقع العظمى فيها 35 والصغرى 25 والعاصمة الإدارية 36 25، الإسكندرية 33 24 والعلمين الجديدة 32 24، مطروح 31 25، دمياط 32 26، بورسعيد 33 27 والإسماعيلية 38 25، السويس متوقع العظمى فيها تكون 38 والصغرى 24 والعريش 35 25، أما كاترين 31 18 وطابة 37 25، حلايب 37 30 وشلاتين 40 30، شرم الشيخ 42 30 والغردقة 40 31، الفيوم 37 24 وبني سويف 37 25، الوادي الجديد 42 27 واسيوط 38 25، سوهاج 39 26 وقنا 41 28، الاقصر 41 29 واسوان 42 30. دي كانت نشرتنا الجويه المفصله. دلوقتي هنرجع مره ثانيه لهبه مصطفى لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. اشكرك يا هاله. شكرا.